السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من فلسطين. كيف تبدو أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني؟ لماذا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام؟ ما مطالبهم العادلة؟ وكيف ينتزعونها من أنياب المحتل الغاشم؟ وفي زارة المدائن مقبرة باب الرحمة واليوسفية، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين مجزرة دير ياسين التي وقعت في 9 نيسان عام 48 و900 وألف، ولكن بعد قليل. البلد الأصمح عاجنهم بدمع العين، عليهم زيت مع زعتر من تصادروا يا زين، على الحاجز من العسكر لارجع واشعل الطابون واخبز حتى تيجيني. بنتك كبرت وانت سجين، جوزناها من مدة، صاحت يا بعرس حزين وانت غايب مش عندي، لكن ما يهمك لسنين تمضي وتزول الشدة، واحكي لاجلك يا فلسطين لو غيب عمري. يمكن اعتبار قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني تعرض للاعتقال على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الصهيوني. إن قضية الاعتقال مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من العدو والتطلع إلى الحرية وتحرير الأرض من مغتصبيها. وقد أصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل تكويناته، ولم يسلم بيت فلسطيني من الاعتقال. فقضية الأسرى هي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع إلى الحياة والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود. وخلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال الصهيوني لم تترك حكومة الاحتلال أي وسيلة حربية ونفسية إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية، ودون تمييز بين كبير وصغير أو ذكر وأنثى أو مريض ومعافى، في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وصموده الأسطوري. نتابع هذا التقرير. عن عدسات الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان، شرعت إدارة مصلحة السجون الصهيونية بزرع أجهزة تشويش على الهواتف النقالة. وبعد تسرب الخبر خارج سجن النقب، أفادت جهات الاختصاص أن تلك الأجهزة المشوشة تعمل على إصابة المعتقلين بالسرطان جراء تعرضهم للإشعاع الصادر عن الأجهزة على مر الزمن، إضافة إلى حالة التوتر التي تزامنت مع عمليات قمع وتفتيش ونقل بين الأقسام، ما أثار حفيظة المعتقلين وتهديدهم بتنفيذ إضراب عن الطعام إن لم تتراجع إدارة المعتقلات عن خطواتها الأخيرة.
مؤخرا كما هو معلوم يعني كان هناك هجمة على سجن عوفر، يعني كان 150 إصابة تقريبا في داخل سجن عوفر، ومن ثم أحداث سجن رمون قسم واحد تم إحراق القسم بالكامل وأكثر من 45 إصابة في صفوف الأسرة. طبعا هذا كله جاء في يعني بعد تركيب أجهزة تشويش مسرطنة بذريعة يعني قطع بث الهواتف الخلوية المهربة لدى الأسرة. هذه الأجهزة طبعا ينتج عنها موجات كهرومغناطيسية وتتسبب بأمراض عديدة للأسرة، وبالتالي لا يمكن للأسرة أن يقبلوا بهذه الأجهزة في داخل أقسامهم. هناك جملة مطالب رئيسية أبرزها كان إزالة أجهزة التشويش، إخراج الأسرى المعزولين، والسماح للأسرى بالتواصل التليفوني مع ذويهم كما هو معمول في كافة دول العالم حيث هذا من حق الأسير، وأيضا وقف القمع والإرهاب الذي يمارس بحق الأسرى والاعتداءات الهمجية الوحشية التي مورست ضدهم. لكن إدارة مصلحة السجون لم ترضخ لمطالب المعتقلين برغم عرضها اللقاء بمن ينوب عن المعتقلين وعرض مطالبهم، فقدمت قيادة الحركة الأسيرة قائمة بالمطالب تضمنت توفير متطلبات الحياة الكريمة للأسرى ورفع أجهزة التشويش المسرطنة وعودة زيارة أهالي المعتقلين الذين منعوا جراء عمليات الطعن الأخيرة. وصلتنا رسالة من الأسرى داخل المعتقل أنهم رغم أنهم لا يملكون من السلاح إلا سلاح الإرادي، سلاح الأمعاء الخاوية، إلا أنهم استطاعوا أن يكسروا أنف هذا السجان ويحققوا مطالبهم التي طالما كأسرى محررين على طوال سنوات طويلة طلبنا فيها وكانت ترفض مصلحة السجون تحقيقها. الأسرى حققوا هذا النصر في الفترة الوجيزة من خلال دعم المقاومة التي كانت حاضرة قضية الأسرى في المفاوضات، وأكدت المقاومة وأكدت قيادة المقاومة هنا في غزة أن الأسرى في الاحتلال خط أحمر وأي مساس في حياتهم سيقلب الطاولة على رؤوس الجميع. ونظرا لتمسك الأسرى بمطالبهم وتصميمهم على تنفيذ الإضراب عن الطعام بشكل متدرج، ونظرا لدخول أعداد ليست قليلة للإضراب تساندهم جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل مقاومتها التي أثارت قضيتهم عبر وسائل الإعلام، رضخت إدارة مصلحة السجون الصهيونية لمطالب الأسرى تنفيذا لما ورد في اللائحة لتنتصر إرادة الأسرى في معركة الكرامة الثانية ضد سجانيهم. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن في حلقة هذا الأسبوع نتحدث عن موضوع مهم للغاية وهو يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وبالمناسبة هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين، قرابة مليون فلسطيني منذ عام 67 حتى هذا العام دخلوا سجون الاحتلال الصهيوني. وبالمناسبة يوافق اليوم 17 من نيسان لكل عام ما يسميه الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي خصص لهؤلاء الأبطال الذين أمضوا زهرات شبابهم في معتقلات الاحتلال. يسعدني أن أرحب معي في الأستوديو بالأستاذ حمادة الدراوي، أسير محرر أمضى 11 عاما في سجون الاحتلال وحرر في صفقة التبادل عام 2011، وهو أيضا المختص بشؤون الأسرى. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمادة معنا في هذه الحلقة. حياك الله. الحقيقة عندما نريد أن نتحدث عن موضوع الأسرى فإن هناك العديد من المحاور والقضايا التي تستحق النقاش، لكن دعنا نبدأ بإطلالة سريعة على الأوضاع الخاصة بهم، خاصة في الآونة الأخيرة بعد الإضراب الذي خاضوه لمدة 8 أيام فيما سمي بمعركة الكرامة رقم 2، وما حققوه في هذا الإضراب أيضا من بعض المطالب المشروعة والعادلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وإمام الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بداية أنا يعني أشكر في هذا المقام وفي هذا اليوم الكريم المبارك وفي هذا المكان الكريم المبارك هذه الفضائية وهي قناة الرافدين، كما أحيي من هذا المقام الشعب العراقي بكل معاناته، فهم إخواننا وهم أهلنا، ونحن يعني شاءت الأقدار أن نكون في وطن وهم في وطن آخر، لكن نحن إخوة وأحباب وهم عمقنا العربي وهم عمقنا الإسلامي، ونحن والله نحبهم في الله. هذا أولا. ثانيا، بخصوص موضوع الأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال، أنا أطير لهم التحية
لأننا عندما كنا في سجون الاحتلال عندما خرجنا من السجون تركنا قلوبنا هناك. فأنا أقول أن قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال هي يعني القضية الإنسانية والقضية الوطنية والقضية الأخلاقية والقضية الشرعية والقضية العقائدية الأكثر في العالم، لأنه يعني نحن نتحدث عندما نتحدث عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحن نتحدث عن الثوابت الفلسطينية جميعها، ونتحدث عن أناس هم في الصفوف المتقدمة من الرباط، ونتحدث عن أناس يخوضون المعركة والحرب مع الاحتلال وهم داخل السجون، هي نفسها الحرب خارج السجون ولكن أدواتها تختلف. نعم. في الآونة الأخيرة وضع الاحتلال في أقسام السجون لا سيما سجن النقب، وهو كان يعني يبدأ بسجن النقب وسينتهي بكل السجون، أجهزة تشويش، وهذه ليست أجهزة تشويش وإنما هي أجهزة مسرطنة، بحجة أن الاحتلال يقول أنه يوجد هواتف مهربة داخل سجون الاحتلال داخل السجون، ونحن نضع أجهزة تشويش حتى لا تتمكنوا أيها الأسرى من الحديث مع ذويكم. وأنا أقول أنه يوجد هواتف مهربة داخل السجون، ونحن باسمي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوان الأسرى في سجون الاحتلال نتحدى السجان ونقول سنستمر بالحديث عبر هذه الهواتف. طبعا نحن رفضنا، الأسرى رفضوا داخل سجون الاحتلال هذه الأجهزة المسرطنة أجهزة التشويش، رفضوها جملة وتفصيلة، وطلبوا من السجان أن يزيل هذه الأجهزة ويوقف تشغيلها، فرفض السجان وقال أنه لابد أن يتم تركيبها ورغما عنكم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقتل الأسرى أنفسهم بأيديهم، ولا يمكن أن يوافقوا على مثل هذه الأجهزة، ودخلوا في خطوات تصعيدية لكن بالتدريج، في خطوات إرجاع وجبات ثم مطالبة بإزالة الأجهزة ثم بعدم الوقوف على العدد، هذه قصص طويلة جدا. المهم يعني خطوات تكتيكية رفض الاحتلال من خلال، حتى وصلت إلى مواجهة مع العدو الصهيوني داخل سجون الاحتلال، مواجهة ومواجهة عنيفة جدا، وقمع الأسرى وأطلقت عليهم النيران وفتشوا تفتيشا عاريا، وبالمقابل يعني الأسرى كان صد للعدوان، حينما طعن ضباط وطعن شرطة وطعن سجانون داخل سجون الاحتلال من لا شيء، يعني الأسرى عزل وهم يعني يواجهون بصدورهم العارية وبأيديهم الفارغة لكن إرادة صلبة، يواجهون السجان الذي هو عنده أكبر ترسانة يمكن في الشرق الأوسط، ترسانة عسكرية. لذلك كانت المطالبات بأنه يزيلوا هذه الأجهزة، ويوجد عدة مطالبات للأسرى لتحسين ظروف الحياتية، رفض الاحتلال ذلك جملة وتفصيلة. فما كان من الأسرى بعد كل هذه الخطوات وبعد كل وبعد المواجهة التي حصلت إلا أن يدخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، معركة الأمعاء الخوية وهي معركة الكرام 2. فحاول، اسمح لي أقاطعك للترحيب بضيفنا عبر الخط الهاتفي ونعود لاستكمال مرحلة الإضراب وما حققه الأسرى من خلال هذا الإضراب. اسمح لي أرحب بالدكتور عبد القادر الخطيب، سعادة وكيل هيئة الأسرى والمحررين. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد القادر. أهلا وسهلا فيكم وفي كل السادة المشاهدين، مرحبا بك. يعني نحن عندما نتحدث عن موضوع الأسرى بالذات فإننا نتحدث عن قضية يعني مهمة للغاية لشعبنا الفلسطيني، ويعاني منها تقريبا كل بيت فلسطيني أو عانى منها قبل ذلك. يعني كنا قد وصلنا إلى مسألة الإضراب عن الطعام التي خاضها الأسرى لثمانية أيام، وهو آخر الأسلحة التي يقاوم بها الأسرى وهي الأمعاء الخاوية، وحققوا ما حققوه من خلال هذه الخطوة الجريئة والشجاعة. باعتقادكم يعني هل فعلا استطاع الأسرى أن يحققوا جزءا من المطالب التي رفعوها قبل خوض الإضراب؟ يعني اسمح لي بداية أن أؤكد على أن موضوع الخطوات النضالية في داخل السجون هاي خطوات تراكمية بني عليها خطوات سبقتها منذ أن قام الاحتلال بإنشاء أول معتقل في الأراضي الفلسطينية بعد احتلال فلسطين، وبالتالي كان الهدف من إنشاء هذه السجون هو وضع الأسرى الفلسطينيين في وضع غير صحيح، في وضع غير طبيعي، في وضع فيه كثير من الإجراءات العقابية والإجراءات الغير إنسانية، وبالتالي السير منذ بداية الأمر رفض كل هذه الإجراءات، واعتقد بأن وجوده في داخل السجون هو جزء لا يتجزأ مرحلة كفاح وطني كان قد خاضها في الخارج، وبالتالي هم بدأوا منذ السنوات الأولى من الاعتقالات بخطوات ضالية مختلفة
وبالتالي أعتقد بأنه الأسلوب الوحيد والأوحد الذي يمتلكونه الأسرى هو الإضراب عن الطعام. هذه الوسيلة النضالية هي الأمعاء الساوية التي من خلالها يمكن لهم أن يواجهوا كل الإجراءات الإسرائيلية. نعم، هم استطاعوا في عديد المحطات أن يحققوا بعض الإنجازات هنا وهناك، ولكن في كل مرة تعود الدائرة إلى المربع الأول، وبالتالي يعود الاحتلال إلى سحب هذه الإنجازات وإلى فرض مزيد من الإجراءات العقابية. ولكن الأسرى أعتقد بأنهم يمتلكون إرادة قوية ويمتلكون معنويات عالية، وهم على يقين بأن هذا الأسلوب هو الوحيد والأوحد في انتزاع حقوقهم الإنسانية التي تمكنهم من العيش بأبسط قواعد المعايير الإنسانية والأخلاقية. نعم، ابقى معي دكتور لو سمحت. أستاذ حمادة، نستكمل ما توقفنا عنده، خاض الإضراب، و باختصار شديد ماذا يعني خوض الإضراب؟ خوض الإضراب يعني بالمثل العربي المعروف آخر العلاج الكي. الدخول في إضراب مفتوع عن الطعام ليس سهلا، وأنا يعني خط خلال فترة اعتقال الإضراب المفتوع عن الطعام لمدة 19 يوما عام 2004، وهو ليس سهلا، لذلك يلجأ إليه الأسرى آخر شيء. الإضراب عن الطعام يعني لا يوجد أمام الأسرى شيء يخسروه، هم يقدموا صحتهم، هم يقدموا أرواحهم، هم يقدموا دماءهم. عمليا يعني لا يتناول الأسير لا يتناول الأسير لا يتناول طعام نهائيا. يعني كثير من الناس يقول أنه معقول أنه الأسير بيأكل شجوع، معقول يعني إحنا يوم ما يتم الإعلان عن الإعلان انطلاق الإضراب المفتوع عن الطعام، كل شيء عندنا من مواد من كهربائيات من طعام من كل شيء بنطلعه برا لإدارة السجن، ثم إدارة السجن تقتحم الغرف لتخرج إن تبقى طعام. فبالتالي يعيش الأسرى إضراب عن مفتوح عن الطعام بكل معنى الكلمة. كان مسموح في الماضي في السنوات إنه ملح، مي وملح، فالآن من عام 2004 حتى الآن في خلال إضراب مفتوح عن الطعام، حتى مصلحة حتى إدارة سجون الاحتلال منعت الملح. ليش منعت الملح؟ لأنه الأسرى لما بتناول في اليوم مرتين أو ثلاثة ملح من دون طعام هو يحافظ على المعدة من التعفن، فبالتالي الاحتلال يقصد أن تتعفن المعدة فيسحب الملح من داخل الأسرى. لذلك الإضراب المفتوع عن الطعام هو معاناة شديدة جدا يلجأ إليه الأسرى كآخر خطوة، لكن إن كانت إدارة الإضراب صحيحة وعندها رجال أشداء مفاوضون، ونحن يعني ندرك أن متأكدون أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أكثر مما نتوقع وأكبر وأشجع مما نتوقع، ونجحوا في إضرابهم نجاحا أنا أقدره 100% في هذه المرة، في الإضراب الأخير. نعم، في المرة الأخيرة. لذلك كل ما يتحقق داخل سجون الاحتلال يقدم الأسرى أرواحهم ودمائهم وصحتهم. ما الذي تحقق مؤخرا؟ تحقق مؤخرا زيارات للممنوعين من أهل قطاع غزة، طبعا أنا يعني هذا عناوين تم الاتفاق عليها، التفصيل بده وقت يعني. بالتأكيد بالتأكيد. تلفونات عمومية داخل أقسام السجون، وهذا لم تحصل عليه الحركة الأسيرة منذ افتتاح السجون. الأسير بتحدث 3 أيام في الأسبوع مع داويه، كل مرة ما يقارب من 15 إلى 20 دقيقة. أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل العقوبات الأخيرة، أن يتم تخفيض أكثر من نصف العقوبات، أكثر من نصف العقوبات المالية التي فرضت على الأسرى داخل السجون، أن يتم تحسين ظروف الأسيرات، نقلوهم من سجن الأسيرات الأخوات النساء من سجن الموجودات فيه إلى سجن آخر أفضل في المعيشة، أن يحسنوا ظروف الأسرى الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 18 عام، أن يتم الاهتمام بالمرضى أكثر مما هو عليه الآن. فبالتالي هذه الأمور تحققت بفضل مقاومة الأسرى داخل السجون، صمودهم، بفضل كبريائهم، بفضل جبروتهم، العزيمة القوية والإرادة بفضل الله عز وجل هي أولا وأخيرا بلا شك. نعم. دكتور اسمح لي أسأل عن موقف الحكومات الصهيونية المتتالية من قضية الأسرى. مؤخرا تم الحديث عن سن قوانين تتعلق بالأسرى، سواء بإعدام الأسرى أو بغيرها من القوانين، وهذا على أعلى مستويات في كيان الاحتلال، بالإضافة إلى الممارسات البشعة التي يقوم بها الاحتلال خلال عقود ماضية وحتى هذه اللحظة ضد المعتقلين وما يسمى بالاعتقاد الإداري وغيره من القضايا المهمة. ما موقفكم من كل هذه القوانين؟ يعني أولا هذه القوانين هي قوانين عنصرية بامتياز،
وبالتالي أنا أعتقد بأنه الإسرائيلي يمارس الإعدامات الميدانية منذ أن احتل فلسطين، وهم الآن يحاولون أن يقننوا هذا الموضوع وأن يضعوه في إطار قانوني، ولكن موضوع الإعدامات موضوع نافذ وموضوع مستمر وموضوع ينفذ بشكل دائم. أما وأن قاموا بسن مزيد من القوانين العنصرية التي تهدف إلى إذلال كثير وإلى فرض مزيد، أنا أعتقد بأنه نحن نواجه اليوم يمين إسرائيلي متطرف. هذا اليمين لا يقبل بالطرف الفلسطيني، وبالتالي هو يحارب في كل المجالات، سواء كان ذلك في داخل السجون أو في الأراضي الفلسطينية بشكل عام. ما هو المطلوب اليوم؟ هو المطلوب بأن يكون هنالك موقف فلسطيني موحد، وأن نعود عقلنا وإلى رجلنا في موضوع المصالح، وبالتالي يكون الفلسطيني على قلب رجل واحد، سواء كان ذلك في داخل السجون أو خارجها. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لا يمكن أن نواجهها في الوضع القائم الآن، الوضع المتشرذم الآن، وبالتالي جميعا مطالب بأن نقف صفا واحدا خلف أسرانا البواسل، فصائل عمل وطني، مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، كل ما له علاقة في هذا الموضوع. الأسرى بحاجة إلى إسناد، وإسناد حقيقي، إسناد شعبي، إسناد جماهيري، إسناد مؤسساتي، إسناد بالقانون الدولي. نعم، هنالك الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به حتى نستطيع أن نقدم دعما حقيقيا وإسنادا منطقيا يتلائم وحجم معاناة الأسرى. أنا أعتقد بأنه بهذه الخطوات نستطيع أن نناصر أسرانا بشكل فعلي وليس بشكل متجزأ كما هو الآن مع الأسف الشديد. دكتور، يعني معلش أنا مضطر أن أسأل هذا السؤال بناء على كلامك الجميل الذي تفضلت به حول أننا يجب أن نتوحد من أجل خدمة هذه القضية. ويعني بصراحة، هل من الإسناد الذي تفضلت به قطع رواتب أسرى ومحررين لفترات طويلة حتى هذه اللحظة؟ حتى الأسير الذي يجلس معي هو يود في الحقيقة أن يطرح عليكم هذا السؤال حول يعني لماذا تقطع الرواتب لفصيل دون آخر، ولماذا هذه الإجراءات؟ ونحن نعرف أن هذا الإنسان الذي أمضى 20 سنة ولا 25 سنة ولا 10 سنوات من حياته، هو أمضاها من أجل الدفاع عن شعبه وضحى من أجل خدمة هذه القضية في النهاية. يعني دعني أتحدث عن موضوع الأسرى بوجهه الوطني والأخلاقي والإنساني. أنا لا أرغب بالدخول في تفاصيل من شأنها أن تعكر الأجواء. نعم، هنالك إجراءات متخذة أيضا في قطاع غزة، هنالك إجراءات اتخذت بحق أبناء فتح، هنالك إجراءات اتخذت بحق أيضا أسرى محررين. أعتقد كان هنالك أسباب معينة ممكن أن يتوجهوا بها إلى الأمن، وهو بدوره قد يعطي إجابات. أنا لا أمتلك هذه الإجابات. أنا أتحدث عن الأسرى الذين لا زالوا يقطعون خلف القضبان. الأسرى الذين لا زالوا يقطعون خلف القضبان رواتبهم لا تمس، وبالتالي هنالك اعتبارات سياسية، اعتبارات فلسية، قام الأمن بقطع رواتب. وبالتالي أنا لا أمتلك الإجابة لأنني لا أعمل بالأمن، ولكن أنا أقول بأن كل هذه الإجراءات يجب أن تنتهي فورا. الأسير يجب أن لا يماس، وبالتالي نحن كثير توجه لنا أسرى محررين ونقوم بمساعدتهم قدر المستطاع. لطالما بقيت الساحة تشهد هذا الانقسام، لطالما سنشاهد مزيد من الإجراءات التي لا تصر ولا ترغب بأن نستمع إليها مع الأسف الشديد. أشكرك على هذه الإجابة دكتور، أرجو أن تبقى معي لمزيد من النقاش حول موضوع الأسرى. أستاذ حمادة، يعني أنا طرحت هذا السؤال في الحقيقة ليس من باب فتح باب المناكفة أو النقاش الجانبي، لأن قضية الأسرى والإضرابات التي يخوضها الأسرى أهم بكثير من بعض القضايا، لكن حتى كما تفضل الدكتور هو
حتى الأسرى داخل السجون تم قطع رواتبهم. إذا كان عندك مداخلة فقط كونك شخص تعاني من هذا الموضوع، حتى ننتقل إلى قضية أخرى لو سمحت. بشكل سريع جدا، من المفترض أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني وإجماع عربي وإجماع إسلامي. يعني أنا منذ سنتين وكثير من إخواني تم قطع رواتبنا بشكل كامل وليس وبشكل مفاجئ، وتم يعني واستمر القطع بالتدريج إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. كثير من الأسرى في قطاع غزة مقطوع رواتبهم بشكل نهائي وبشكل كامل. توجهنا منذ سنتين إلى الأخ بسام المجدلاوي اللي مدير مكتب هيئة الأسرى في قطاع غزة، وقال إنه قرار القطع من جهات عليا. أنا تحدثت، أنا المتحدث باسم الأسرى المحررين مقطوع رواتبهم، وأنا جيت إلى تركيا يعني قبل أيام، أقل من شهر، وتحدثت مع كثير من المسؤولين في السلطة الفلسطينية باستثناء أربعة، اللي هو لم أتحدث مع عزام الأحمد وحسين الشيخ وماجد فرج وأبو مازن الرئيس، لكن الباقيين كل مسؤولين السلطة حكيت معهم، كلهم بيقولوا الإيد القرار في إيد أبو مازن. يعني هل من المعقول إنه رئيس يعاقب أبناء شعبه، يقطع رواتبهم ويقطع رواتب الشهداء ويقطع رواتب الجرحى؟ أنا أتمنى يعني وأسأل الله إنه، وأنا لا أستجدي أحدا، نحن ها يعني الراتب حق بالقانون الفلسطيني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بأي حق تقطع رواتب الأسرى المحررين وغير الأسرى المحررين؟ كيف أي حق تقطع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال وغير الأسرى في سجون الاحتلال؟ يعني أعتقد الآن لا يوجد أحد في سجون مقطوع رواتب. لا يوجد. يوجد. نعم يوجد. الآن الخطوات الأسرى يعني الاحتلال يقمع الأسرى والسلطة تقطع رواتب الأسرى، لا يستويان. نعم. فبالتالي إحنا نتمنى، يعني أنا يعني يمكن من الناس اللي بتدفع دائما بشكل توفيقي بين الفصائل وبين الناس، وما بدناش ننكئ الجراح كثيرا. نعم. لكن المعاناة حقيقية والمعاناة كبيرة بخصوص قطع الرواتب، وقطع رواتب الناس ليس أمر سهل. والأسرى هم أولى الناس أن نحيدهم من هذا الخلاف في الحقيقة. الأسرى مسألة إجماع وطني، ورحم الله الرئيس يعني الراحل ياسر عرفات أنه لم يسجل في تاريخه بالرغم من اختلافنا معه، اختلفنا معه ولم نختلف عليه. لم يسجل في تاريخها أنه قطع راتب موظف واحد، حتى الذين انشقوا عنه استمرت رواتبهم يعني كما هي إلى أن قطعها محمود عباس. نعم، أشكرك على هذه الإجابة أيضا الوحدوية الجميلة كما تفضل الدكتور عبد القادر، أيضا إجابته كانت في هذا الصدد. دكتور، الآن نحن أمام احتلال كما تفضلت في الإجابة الأولى يميني متطرف لا يحترم قرارات دولية، وربما هناك المزيد من الخطوات المتطرفة الصعبة ستكون على شعبنا سواء في قطاع غزة أو في القدس أو في الضفة المحتلة، ولا سيما مع وجود إدارة من طراز إدارة ترامب ورئيس من هذا النوع على رأس الحكومة أو الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اسمح لي أسأل، نحن الآن أمام إجراءات كثيرة بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني، هل تم التحرك دولي، تحرك قانوني حقوقي لكف يد الاحتلال وظلمه عن الأسرى في سجون الاحتلال؟ يعني أولا اسمح لي، أنا أرفض أن يتم المقارنة ما بين الاحتلال وبين إجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية، يعني هذا الكلام لا يجوز. وأنا يعني إذا يعني ضيفك يقول بأنه قطع راتب، هناك يعني إخوة لنا أيضا قطعت أيديهم وأرجلهم من فعل الإنقلابيين أيضا، لا نريد أن نتحدث بهذا وبهذه الصيغة. أولا أنا أقول بأنه كل من قطع راتبه كان ما يبرر عند الأمن، أنا لا أدافع الأمن هنا، ولكن أنا أقول بأنه الأسرى في داخل السجون لم تمس رواتبهم. الآن كل الحصار الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية والأخ الرئيس أبو مازن بسبب موقفه الرافض بالمساس حق الأسرى والشهداء والجرحى، أنت تعلم بأن الموظفون لم يتقاضوا إلا نصف أو 40% من راتبهم، بينما الأسرى تقاضوا الراتب كاملا. لا يجوز عبر الإعلام أن نبهت المشهد وأن نعمل مقارنة ما بين إجراءات الاحتلال. أنا لم ألحظ أن ضيفي قارن. دكتور معلش، للإنصاف أنا سمعت، لو سمحت اسمح لي فقط لو تكرم، أنا لم أمنعك من الإجابة، لكن للتوضيح نحن يعني حتى نحن قلنا في البداية المسألة والغرض من هذا البرنامج وهذه الحلقة ليست فتح باب المناكفة أو الخلاف. نعم. نحن نريد أن نؤكد. ولذلك هو عليه
تفضل. عليه بألا يعني يثير الاتهامات ايضا للاخرين. انا هو فقط تساءل، يعني هو لم يقارن، اليس من حقه ان يتساءل سيد الكريم؟ يعني انا أقول... من حقي اني اجاوب، وانا من حقي تمام أيضاً. تمام لكن اسمح لي لو تكرمت، يعني انا لا اريد ان نستغرق كثيرا في الحديث في هذا الجانب. الرجل تساءل بكل بساطة أنه نحن نتعرض في سجون الاحتلال لممارسات الاحتلال، وفي نفس الوقت السلطة تقطع الرواتب، قال هذه الجملة، لم يقارن. يعني نحن لا نريد أن السلطة الوطنية الفلسطينية، يا أخي بإمكانك أن تتأكد من مصادرك الصحفية والإعلامية بأن السلطة اليوم هي تجابه أمريكا وحكومة الاحتلال بسبب موقفها الرافض من المساس برواتب الأسرى. من قطعت رواتبهم كان مبررات انا شخصيا لا امتلك الاجابه عليها، كلامي واضح. وانا لا اطلب الاجابه منك على هذا، انا لدي قضيه اهم من هذا الخلاف الذي يعد خلافا داخليا. لكن قضيه الاسرى كما قلنا هي قضيه اجماع وطني، قضيه اجماع اممي حتى، ولذلك انا اتمنى منك ان تفضل. اعقب سريعا. لا بدي اعقب سريعا بشكل توفيقي. يعني اسمح لو تكرم دكتور تفضل دكتور. نعم، أنا أشرت في بداية حديثي إنه إحنا بحاجة إلى أن يكون هنالك موقف فلسطيني موحد. أنا أرجو بألا يعني ندس السم يعني في حديثنا. العالم شاهدنا عبر هذه الفضائية المحترمة. نحن نتحدث عن قضية مقدسة، نحن نتحدث عن أسرى مناضلين من أجل الحرية، نحن نتحدث عن ناس فعلا قضوا أجمل سنوات عمرهم في داخل السجون من أجل حرية شعبهم. هؤلاء نحن مطالبون بأن نقف إلى جانبهم وأن نساندهم، وألا نلتفت إلى خلافاتنا الداخلية ونحن ننظر إلى إخواء لنا في داخل السجون يعني يجابهون الاحتلال وممارسات الاحتلال. مطلوب منا أن نساند هؤلاء وألا نبحث عن خلافات يعني أيضا الطرف الآخر متورط فيها حتى أخمص قدمين. أرجو أن تبقى معي بعد فاصل، سنعود لمزيد من النقاش. الدكتور عبد القادر الخطيب وكيل هيئة الأسرى والمحررين الفلسطيني، بعد فاصل نواصل. يواصل الاحتلال سياسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما، ويمارس الاعتقالات اليومية بمعدل 17 معتقلا فلسطينيا بشكل يومي. في يوم الأسير الفلسطيني لا يزال هناك الآلاف يقبعون في سجون الاحتلال، يمارس بحقهم أبشع جرائم القمع. يعتقل الاحتلال في سجونه قرابة 6000 أسير، يعتقلون في 23 سجنا. القدس المحتلة 500 أسير، الضفة المحتلة 5000 أسير، قطاع غزة 305 أسرى، الأراضي المحتلة عام 48 75 أسيرا، أسرى الدول العربية 25 أسيرا. يعتبر 47 أسيرا عمداء الأسرى، أمضوا أكثر من 20 عاما في السجون، بينهم 50 أسيرا محررا من صفقة وفاء الأحرار أعيد اعتقالهم، وقرابة 22 أسيرا الصحفيين والإعلاميين، بين المعتقلين أيضا 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني. سيبزغ فجر الحرية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين والأسرى الفلسطينيون، تاريخ من التضحيات والانتصارات. معي في الأستوديو ضيفي الأستاذ حمادة الديراوي المختص في شؤون الأسرى والأسير المحرر بعد إمضاء 11 عاما. كما يسعدني أن أرحب مرة أخرى بضيفي من القدس والمقدسي وكيل هيئة الأسرى والمحررين الدكتور عبد القادر الخطيب. أهلا بك معنا مرة أخرى دكتور. اسمح لي يعني أستاذ حمادة، نحن دائما عندما نتحدث عن الأسرى نتحدث عن الجانب الإنساني، وهو الجانب الأبرز في الحقيقة، سواء في المعتقلات نفسها، في علاقتهم مع الأهل، في زيارات الأهل، في قضايا حساسة للغاية تتعلق بالأسيرات الفلسطينيات وتعرضهن للانتهاكات الواضحة، في مسألة المرضى، الأسرى المرضى الذين هناك منهم من لديه أمراض كالسرطان وأمراض مزمنة كثيرة. كل هذه القضايا هي قضايا مهمة وحساسة. أنا أريد أن أسأل سؤال معاكس الآن، لا أريد شرحا عن هذه المعاناة التي يعرفها كل الناس،
في العراق مئات الملايين على سبيل مئات الالاف عفوا على سبيل المثال من المعتقلين. نريد ان نسال كيف يمكن بالفعل ان نجعل هذه القضيه على اجنده الاهتمام العربي والعالمي، وكيف يمكن ان نجعل هذه القضيه قضيه اولى بالنسبه لمؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاهليه في كل العالم. هذا هو المهم. قضيه الاسرى هي جزء من قضيه فلسطين، لكن قضية الأسرى هي كل الثوابت الفلسطينية. ونحن يعني عبارة عن وقف إسلامي ووقف عربي ووقف إنساني، لسنا يعني ملك الأسرى وحريتهم ليس مطالب فيها الشعب الفلسطيني فقط، ولا الشعوب الإسلامية فقط، ولا الشعوب العربية فقط، إنما الشعوب العربية الإسلامية وكل أصحاب الضمائر الحية. لذلك يجب على الكل أن يتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، على الأقل تحسين ظروف حياتهم، على الأقل فضح ممارسات الاحتلال ونشر معاناة الأسرى. كيف؟ نحن قوم يعني أنا دائما أقول لا نحسن مخاطبة الغرب، فبالتالي العرب والمسلمون مطالبون بتشكيل لجان، والفلسطينيون طبعا بتشكيل لجان منظمات حقوق إنسان، لجان محامين من أصحاب الضمائر الحية، ناس يعملون في المؤسسات الإنسانية، لأنه إحنا شعب يعتدى عليه، إحنا الضحية ولسنا الجلاد، إحنا يعني أصحاب الأرض، إحنا الاحتلال يضطهدنا كل يوم. فبالتالي هذه كل اللجان التي أتحدث عنها يجب أن تتوجه إلى الغرب، الغرب هو الذي يستطيع أن يضغط على الاحتلال. نحسن مخاطبة الغرب عندما في كل محفل من المحافل الغربية، في المؤتمرات، في الندوات، في الشوارع، في اعتصامات، في كل الأماكن ننصب خيام، نعمل معارض، يعني على غرار المعرض الذي أقيم أو المعارض التي أقيمت في قطاع غزة باسم أرواح لا صور، وهي صور حية وفيديوهات من داخل سجون الاحتلال تعرض في كل العالم، لما لا؟ أنا على استعداد، ومن هذا المقام أن أقوم يعني أتواصل مع أي واحد في العالم، أتواصل معي أي مؤسسة أي جهة، أن يعني أنشر معاناه الأسرى، أفضح ممارسات الاحتلال، أقوم بإعداد معرض، كل الفيديوهات معي، ما عندنا فيديو يعني بين أيدينا. في 2012 قتل الأسير محمد الأشقر يعني قتلا إطلاق نار عليه وهو ذا في سجن النقب، وهو أسير أعزل وقتل بالرصاص الحي داخل سجن النقب. لذلك مطلوب من العرب جميعا في كل المحافل أن ينشروا معاناة الأسرى في كل المحافل الدولية، أن ينشروا أننا شعب منتهك، أننا شعب مضطهد، أننا شعب محتل، أننا نحن الضحية ولسنا الجلاد، أنه لنا حقوق ويجب أن نستعيدها. أيها العالم، أبناؤكم داخل سجون الاحتلال، أطفال داخل سجون الاحتلال، يا سيدي بلاش أطفال رجال أو صبيان، أسيرات، أخواتكم داخل سجون الاحتلال، أمهاتكم داخل سجون الاحتلال، تخيل إنه الإنسان أخته داخل سجون الاحتلال، زوجته داخل سجون الاحتلال، أمه داخل سجون الاحتلال، تخيل إنه الأسيرة سمر الصبيح ولدته هي داخل السجن، ذهبت إلى المستشفى للولادة وهي مقيدة الأيدي والأرجل وهي يعني وهي تلد. والآن إسرائيل جعابيس كمثال حي على المعاناة، إنه يعني إنسانة يعني لديها ظرف صحي. إسرائيل جعابيس والأسيرات القاصرات والأسرى القصر والمرضى وكبار السن والمقطع أي أطرافهم أيديهم وأرجلهم والمصابون بالسرطان والأمراض المزمنة، يعني الإنسان المريض في داخل السجن هو ليس يعني مش مسجون سجن لمرة واحدة، وليس رقم. هذا شيء مهم دكتور عبد القادر. نعم دكتور عبد القادر، اسمح لي يعني كما تفضل أستاذ حمادة، ليس رقم وهم أرواح وليس صور، وكل هذا يتطلب فعلا دورا كبيرا وعملا جبارا من أجل كما قلنا أن تكون هذه القضية هي القضية الأهم في كل المحافل الإنسانية والدولية. ما الدور المنوط على بكم كهيئة أسرى ومحررين في هذا الموضوع؟ يعني أولا نحن في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعتقد بأننا نقوم بالحد الأدنى المطلوب منا أن نقوم به. يعني على سبيل المثال نحن أولا لدينا وحدة قانونية قوامها قرابة 60 محامي تقريبا، وهذه الوحدة القانونية فيها جزء من المحاميين هم تخصص قانون دولي ويتواصلون بشكل دائم مع وزارة الخارجية الفلسطينية ويعرضون قضية الأسرى في كل المحافل الدولية. بالأمس كان هنالك اجتماع مهم ومهم جدا
في مكتب الدكتور صائب عرقات بحضور كل القناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان محور الحديث هو عن قضية الأسرى، وقلنا لهم بشكل واضح بأننا نفعل كما فعلتم أنتم، كما فعلتم عندما كنتم تحت الاستعمار وتحت الاحتلال. أنتم قدمتم كل ما يمكن أن تقدموه لأسراكم الذين اعتبرتموهم بأنهم أسرى حرية، ونحن اليوم أيضا نعتبر بأن أسرانا هم أسرى حرية، ولا نقبل بأن نبرر لماذا ندفع الراتب ولماذا نرعى العائلة. هذا شأن فلسطيني داخلي وطني، لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو أن يأتي وأن يبدأ أن يستوضح الأمر. هذه ثوابت لا يمكن بحال من الأحوال التنازل عنها، وبالتالي نحن فعلا نقوم بعمل له علاقة في البعد الدولي المؤسساتي، ونحن أيضا نجهز كل الملفات من خلال قاعدة بيانات تفصيلية عن كل الوضع الأسرى بشكل عام. نتحدث عن المحكومين، المؤبدات، نتحدث عن كبار السن، نتحدث عن النساء، عن الأطفال، عن المرضى، عن الإداريين، عن كل فئات المعتقلين. وبالتالي نحن لدينا قاعدة بيانات على اتصال نحن دائم في وزارة الخارجية الفلسطينية، ولدينا محاميين أكفاء درسوا وتخصصوا في القانون الدولي، ونقوم بعرض هذا الملف في كل المحافل الدولية. وأعتقد بأننا بحاجة إلى مزيد من الجهد كي نوصل هذه الرسالة، وكي نستطيع أن نشرح معاناة الأسرى التي طال انتظارها وطال الحديث عنها. وأنا الأوان لهذا الملف أن يغلق، يجب بأن يغلق ملف الأسرى، ويجب بأن تبيض السجون. هذه قناعتنا ونحن نعمل على ذلك. أتمنى أن ننجح وأن نوفق في إيصال هذه الرسالة ذات البعد الإنساني وذات البعد الوطني وذات البعد الأخلاقي. ونحن نتمنى لكم التوفيق. دكتور عبد القادر الخطيب، وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي في دقيقة ونصف. أستاذ حمادة، هناك أمل دائما، وهناك وجه مشرق للمعاناة في الحقيقة، طالما أن هناك من تعد قضية الأسرى شغله الشاغل، ومن يخطط ويعمل ويقاوم ويأسر الجنود ويفاوض عليهم من أجل هذه اللحظة الرائعة التي عشناها في عام 2011 في شهر 10، عندما قابلناكم، وعندما احتضنت غزة والضفة والقدس أبنائها، وبعضهم أبعد إلى الخارج في صفقة وفاء الأحرار رقم 1، وإن شاء الله رقم 2 قادمة. رسالتك للمقاومة الفلسطينية بهذا الخصوص، والتي لها القول الفصل، يعني ما لا تخرجه المفاوضات أو المحاولات أو الحقوقية والإنسانية أو ما لا تفعله، تفعله المقاومة من خلال صفقات التبادل. كي لا أنسى، على ذكر صفقة تبادل، صفقة وفاء الأحرار 1 في عام 2011، طبعا للمشاهدين جميعا أنا أطير لك التحية. الله يحييك أخي الحبيب الأستاذ يونس أبو جراد، حيث أجرى معي أول لقاء صحفي عبر فضائية الأقصى في غزة في عام 2011 فور الإفراج عنا في صفقة وفاء الأحرار. هذه أولا. ثانيا، الآن أصبحت متمرسا، متحدثا متمرسا. حياك الله، الله يبارك فيك. رسالتي للمقاومة الفلسطينية، يعني أملنا في المقاومة الفلسطينية كبير جدا بعد الله عز وجل، وهي لا تحتاج رسائل من أحد. المقاومة الفلسطينية هي تضع الأسرى الأبطال في سلم أولوياتها، ومن أجل ذلك أسرى جنود في قطاع غزة وما زالوا في الأسر، من أجل أن يتم الإفراج عن كل الأسرى. إن شاء الله يتم الإفراج عنهم كلهم من سجون الاحتلال في صفقة وفاء الأحرار 2. نسأل الله أن يكون ذلك قريبا وقريبا جدا. رسالتي إلى المقاومة الفلسطينية أن أبناؤكم، أن الأمل معقود عليكم أيها المقاومون، يا فصائلنا المباركة، كتائب القسام، غرفة العمليات المشتركة، كتائب أبو علي مصطفى، سرايا القدس، كتائب شهداء الأقصى، وكل الفصائل بلا استثناء. أنا أقول أن الأسرى في سلم أولوياتهم، وهم لم ينسوهم أبدا ولن ينسوهم، وستكون صفقة وفاء الأحرار 2 قريبة كما كانت صفقة وفاء الأحرار 1، وسيظل الأسرى هم رمز عزتنا، ولن يغمض لنا جفن ولن يهدأ لنا بال إلى أن يتم الإفراج عن آخر أسير فلسطيني من سجون الاحتلال. وأنا أقول من هذا المقام أن حرب عام 2008 كلها
كانت من أجل أن يتم استعادة شاليت أو أن يتم قتله. المهم إنهاء عملية تبادل الأسرى، لذلك قطاع غزة ضحى بكل ما يملك بالأرواح، تناثرت يعني التصقت أجساد الناس في على الجدران وتناثرت دماؤهم وأشلاؤهم من أجل الأسرى في 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 سجون الاحتلال. لذلك أشكرك جزيلا، أنا آسف للمقاطعة، حياك الله. لم يتبقى معنا وقت، لدينا فيديوهات أخرى نتابع الآن. في زهرة المدائن مقبرة بابي الرحمة واليوسفية، فإلى هناك. مقبرة باب الرحمة سميت بهذا الاسم بسبب قربها من باب الرحمة اللي أغلقه صلاح الدين لأسباب سياسية واقتصادية. باب الرحمة هي من أجمل أو من أقدم المقابر الموجودة داخل مدينة القدس، مساحتها تقريباً 32 كيلومتر. الإشي المميز فيها وجود اثنين من الصحابة اللي شاركوا في الفتح الإسلامي داخل مدينة القدس، اللي هم شداد بن أوس وعبادة بن الصامت. مقبرة باب الرحمة تعاني الآن من خطة إسرائيلية تدعي بعدم أو بالاستحواذ عليها أو بالاستحواذ على جزء كبير منها لتحويلها إلى حديقة توراتية من أجل الكيان الصهيوني. حالياً إحنا موجودين في المقبرة اليوسفية، يقال بأن المقبرة اليوسفية موجودة من حي من فترة عمر بن الخطاب أي من الفتح العمري، ترممت حديثاً على إيد تركيا طبعاً أسوارها الخارجية، ومن الداخل ترممت على إيد دولة الإمارات العربية المتحدة. يوجد داخل مقبرة اليوسفية نصب تذكاري لشهداء عام 1967، الشهداء الأردنيين في حرب الست أيام اللي دافعوا عن مدينة القدس بكل قوة. أهلا بكم. في 9 من نيسان عام 1948 قامت العصابات الصهيونية بمجزرة بشعة لا تزال ذكرها تطل في كل عام، ولا تزال أبعادها أيضا الخطيرة والكبيرة حاضرة لهذه اللحظة، مجزرة دير ياسين. عكست شخصية جيناتها وكشفت عن تركيب معقد غزته سنوات الاضطهاد في أوروبا، وبقدر ما تباكوا للهولوكوست المزعوم فقد راحوا يتفاخرون بنتائجها وآثارها. مذبحة دير ياسين عام 1948، عشية احتلال فلسطين وبهدف إقامة الكيان الصهيوني، قامت العصابات الصهيونية بعدد كبير من المذابح في سبيل تحقيق ذلك الهدف. ولعل مذبحة دير ياسين واحدة من تلك الأحداث التي عكست ذروة الإرهاب الصهيوني. تبعد قرية دير ياسين عن القدس حوالي 4 كيلومترات إلى الغرب، وقد كان عدد سكانها أكثر من 700 فلسطيني في عام 1948. وفي أجواء المناوشات العربية الصهيونية وفي ظل الدعم البريطاني للصهاينة، لم يكن أهالي تلك القرية الوادعة التي تحتضنها جبال القدس الشريف يعلمون أن شمس 9 من نيسان إبريل ستغيب حاملة معها أرواح الغالبية العظمى من أبنائها على يد عصابات الإرهاب الصهيونية. في 2 من صباح 9 إبريل من عام 1948 أعطيت الأوامر بالهجوم على دير ياسين، فتحركت الوحدات الصهيونية لاكتساح القرية من الشرق والجنوب، وقد اشتركت في ذلك الهجوم مجموعة من السيارات المصفحة وطائرة حربية قذفت القرية ب7 من قنابلها.
وقد قاوم سكان القرية المعتدين بما ملكت أيديهم من سلاح ووسائل بدائية، واستطاعوا قتل عدد من الصهاينة. ولكن القرية وقعت أخيراً بأيدي اليهود الذين رفعوا عليها العلم الصهيوني، وأسخنوا أهلها تقتيلاً ومنازلها تدميراً حتى محيت القرية الواقعة. لم تكن قرية دير ياسين الوادعة بحاجة إلى هذا الهجوم الصهيوني العنيف لإخضاعها، لكنه كان جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تحطيم المقاومة العربية نفسياً قبل مواجهتها عسكرياً، وإخلاء الأهالي من مدنهم وقراهم بإثارة الرعب والفزع في نفوسهم. وهكذا تحول اسم هذه القرية العربية التي أبيد أهلها ولم ينج منها إلا أفراداً قلائل إلى رمز من رموز الإرهاب الصهيوني المرتبط بدوره بالعقيدة الإرهابية الصهيونية. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. في ختام هذه الحلقة نشكر فريق العمل، وإلى لقاء في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.